السوق حنا تسالينا هذه يومين، هذه مشينا خرجنا كازا، قلنا على حساب نشوفوا الثمن كيدير، الاجواء كيدايره، فلقينا الحول يا خويا المليح اللي الانسان تيبغي ياخذ مثلا يتقرب به الله عز وجل سوية الثمن اخويا، يعني ما تهضرت الا من 7000 6000 هي قليل الفوق، فالمسكين اللي ما عندوش مسكين بغى يعيد مثلا باش على حساب الوليده شي حاجه، اللي كانت قديم كانت 2000 درهم دابا 4000 درهم، وهذا 4000 درهم مشيتي للسوق دابا وحد اليوم ما تتقنعك، تتعرف انك تعطي فلوسك ولكن راه ما عطيتهاش في هذاك الشيء اللي بغيتي انت، اللي غيطفي لك عينك، انت غتخرج من الرحبه غتندم علاش عطيت هذاك الثمن، لان ما بقاش اللي حاولي تعطي 4000 درهم، تهضري كان على المتوسط، اما اللي تياخذ المليح باش يتقرب به الله سبحانه وتعالى على حساب مثلا المستوى ديالو والسوق، راه ما تهضرش الا من 7000 درهم الفوق اخويا، سمعت يا اخي؟ واما المسائل ديال الكيلو وهاد الحوالي لا احنا يعني لم نعتاد على هاد الاكباش وهاد الخروف هاد النوعيه، تمشي تسارى باش تشوف الحولي وتقلب عليه وتسارى عليه، تتكون ما بينك وما بين الفلاح، ماشي ما بينك وما بين مثلا هكا العبار يعني هذا ما تيخليكش انت تعيد وانت مرتاح، تتبان لك حولي ماشي هو، حولي بلا كرون، حولي قصير، حولي فالسردين المليح اللي بغيتيه هضر على 7000 درهم الفوق، هذا في المتوسط، والانسان اللي باغي ياخذ مثلا ديك الحوليه الحمراء ولا السردين المتوسط 4000 درهم، ولكن 4000 درهم راه ما بقاش تجيب لك هذيك الحوليه اخويا، يعني الله يلطف بالعباد اخويا، وهذه سنه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ماشي شي حاجه فارضه عندنا الله عز وجل، فلمن استطاع اليه سبيلا اخويا. زين ما شريت اخويا 2000 درهم اش تشري لك؟ حويدي اش تشري لك؟ حيد منه الراس، حيد منه البطانه، شحال يبقى فيه 28، بشحال يطيح عليك الكيلو؟ 90 درهم 100 درهم الكيلو. ولا حول ولا قوة إلا بالله، الله يدير شي تاويل الخير للناس، الله يدير شي تاويل الخير لهم.